تعزيات السماء لينا كلنا في الحدثين اللي حدثوا. قبل ما ابتدي العظة هقرا لكم كم آية من سفر الرؤيا الإصحاح 6. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاءهم أو يكمل العبيد رفقاءهم وأخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم، ومن له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يعني كنيستنا كنيسة شهداء على طول، ونفوسهم في السماء تحت المذبح وتصرخ لربنا وتقول له: حتى متى أيها السيد الرب لا تأتي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا لغاية لما الباقيين يكملوا، وأعطوا ثيابا بيضا. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة النهاردة في الصباح السيد المسيح في داخل الهيكل كان له الغضب المقدس، يقول لما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. وكان يعلم في الهيكل كل يوم، وكان رؤساء الكهنة والكتبة ومقدم الشعب يطلبون أن يهلكوه. ربما بعضكم يقول: طب ما ده إنجيل كان بتاع الصبح هجيبه لنا بالليل ليه يا ابونا؟ هقول لكم بكرة الصبح برضو في الساعة الأولى هيأتي إنجيل هذا، بس من إنجيل معلمنا مرقس، إن السيد المسيح طرد الباعة من الهيكل وقال لهم كده: بيتي بيت صلاة يدعى، بيتي بيت الرب، بيت الله غالي جدا على ربنا، زي ما أي واحد فينا بيته غالي عليه. فلما يداس هذا البيت من البهائم ومن باعة الحمام ومن الصيارفة، فكان له أن يغضب غضبا مقدسا. هو ده الغضب المقدس اللي هدفه مقدس، عشان كده رب المجد قال لنا اغضبوا ولا تخطئوا. عايزين نفكر، فكروا معايا تطور فكرة بيت الله. بيت الله نشأ ازاي فكرته وله سبع تطورات هقولها لكم بسرعة. بيت الله هو المكان اللي يجتمع فيها الله مع الناس، وكان أول مرحلة لبيت الله كان الفردوس، مش كده؟ ربنا خلق العالم كله ورتب لآدم كل شيء، وبعدين خلق آدم وحطه في الفردوس وأعطاه حواء زوجة له، وكان الله يتمشى في الجنة، وكل شيء في الفردوس كان بينبض بحب الله. كان آدم متمتع جدا في الجنة في الفردوس الأرضي، بس ربنا اداله وصية، قال له: من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. وأخطأ آدم وحواء فطرد من الفردوس. يا خسارة، مش عايز أقول يا خسارة لأننا حول الشر إلى خير في النهاية. إن كان هم فقدوا الفردوس الأرضي فربنا أعطانا الفردوس السماوي، لكن انطردوا. حاول آدم
يغطي عريه بأوراق الشجر فلم يفلح، فربنا غطاه بجلد، جلد حيوان، يعني ده من ذبيحة حيوانية. وعايز ربنا يوصل لأبونا آدم أنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. طب وبعدين يا رب؟ ربنا زعلان من آدم. طب عايزين نرضي قلب الله، آدم عايز يرضي قلب ربنا، نعمل إيه؟ سواء آدم أو نوح أو إبراهيم أو إلى آخره. فالتطور الأول لبيت الله اللي ربنا كان بيجتمع فيه مع الناس، وقال لذتي في بني آدم خلقتني إنسانا كمحب للبشر، صار في قطيعة بين الله والناس. فآدم وبنيه عشان يرضى الله علموا تقليد الذبيحة والمذبح. يبقى التطور الثاني للقاء الله مع الناس الذبيحة والمذبح. نلاقي أبونا نوح أيام الطوفان لما وقف الطوفان بعد 40 يوم نوح بنى مذبحا للرب. يقول كده سفر التكوين: فتنسم الرب رائحة الرضا. ربنا تنسم رائحة الرضا. أبونا إبراهيم كل مكان يرسي فيه يقيم مذبح، لدرجة أن ربنا قال له قم خذ ابنك حبيبك إسحاق قدمه لي محرق، ويبني إبراهيم مذبح ويحط إسحاق عليه، ويجي له صوت من الملاك يقول له لا تمد يدك إلى الغلام، ويبص على يمينه يلاقي كبش مربوط بقرنيه يقدمه ذبيحة. إيليا النبي أمام أخاب الملك يقول له إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاتبعوه. تعالوا نعمل تجربة. كهنة البعل يقيموا مذبح ويحطوا الذبيحة بتاعتهم، وأنا أعمل مذبح وأقدم ذبيح للإله بتاعي. طب إيليا عشان يبني مذبح بنى مذبح من 12 حجر. ليه؟ لأن بالضبط لأنهم بيرمزوا إلى الـ 12 سبط. ويقدم إيليا الذبيحة بعد ما فشل كهنة البعل، إيليا النبي يقدم الذبيحة فتنزل نار من السماء وتأكل الذبيحة. ما هذه النار إلا نار اللاهوت. وهنا عند المذبح يلتقى الله مع الناس من خلال المذبح والذبيحة. ده التطور الثاني لبيت الله. يبقى الأولاني الفردوس، لو كان يحق لي كنت امتحنكم في الآخر يعني. فالتطور الأولاني الفردوس، التطور الثاني المذبح، هنعد مع بعض. التطور الثالث بيت إيل. بيت إيل أبونا يعقوب كان رجل طيب القلب وغلبان كده، وأخوه عيسو قال أقوم وأقتل أخي. نعم هو أخطأ، بس عيسو كان عايز يقتله، فهرب من وجه أمام عيسو وهو ماشي في الصحراء. أمس عليه الوقت، كلكم عارفين القصة، جاب حجر حطه تحت راسه، بس لقى في حلم سلم من الأرض للسماء، وملائكة طلعة وملائكة نزلة. ملائكة واخدة صلوات يعقوب طلع بها للسماء، وملائكة جايبة صلوات استجابة من ربنا ونزلة بها لأبونا يعقوب. ويسمع صوت من السماء ربنا يقول له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. يصحى أبونا يعقوب من الحلم، طبعا سلم الأرض للسماء، يعني كأنه في صلح، هيتم صلح من الأرض للسماء. عشان كده في تسبيحة كياك بنقول للست العذراء يا سلم يعقوب، سلم من الأرض للسماء. والست العذراء حملت في بطنها اللاهوت المتحد بالناسوت. يسمع صوت ربنا يقول له أحفظك حيثما تذهب. وبعدين يقوم أبونا يعقوب ياخد الحجر اللي تحت راسه ويبني مذبح، يصب عليه زيت ويقول إيه؟ حقا إن الرب في هذا المكان، وأنا لم أعلم، أتري ربنا هنا في المكان ده. يصب زيت ويسمي هذا المكان بيت إيل. إيل يعني الله. يقول لأني هنا رأيت الرب. يبقى ده التطور الثاني
اللي فيه الثالث آسف انفتحت السماء، يعني بيت الله بتنفتح فيه السماء والملائكة تبقى طالعة نازلة. الله مع أولاده، والتجسد السلم يرمز للتجسد الإلهي. ده التطور رقم ثلاثة. يبقى واحد الفردوس، اثنين المذبح، ثلاثة بيت إيل. أوكي، أربعة، خرج شعب الله من مصر من العبودية، وبعدين ربنا ظهر لموسى وقال له يا موسى، قال له نعم، قال له أنا عايز اجتمع مع شعبي. طب يا رب أعمل إيه؟ قال له تعمل لي خيمة تسميها خيمة الاجتماع. طب مواصفاتها إيه يا رب؟ سفر نص سفر الخروج وكل سفر اللاويين بيصف خيمة الاجتماع. يعني لو حبيت أكلمكم عن خيمة الاجتماع لوحديها تاخد ساعة، طولها كذا عرضها كذا، فيها الرواق الخارجي وبعدين القدس وبعدين قدس الأقداس وبعدين قدس الأقداس ما يدخلوش إلا رئيس الكهنة، وفيه تابوت العهد إلى آخره إلى آخره. مش وقته، ربنا عايز يجتمع مع شعبه. حاضر يا رب، هعمل لك خيمة الاجتماع وتبطنها بكذا والأواني تدشنها وتمسحها بدهن المسحة المقدسة إلى آخره. خيمة الاجتماع كان بيتم فيها ثلاث طقوس: التقديس، التطهير، المسحة المقدسة. التقديس، التطهير، المسحة المقدسة. العجيب ان خيمة الاجتماع يا احبائي كان بيجتمع فيها الله مع شعبه، بس ليها صفة تانية مهمة جدا، صفة قيادية. يعني هم خرجوا من مصر علشان يروحوا اورشليم، مش كده؟ يرثوا ارض الموعد، صح؟ اللي هي اورشليم الارضية، مظبوط؟ طب يمشوا ازاي؟ خيمة الاجتماع كان يظهر عمود سحاب بالنهار وعمود نار بالليل فوق خيمة الاجتماع. عمود سحاب يرمز للناسوت، وعمود النار يرمز لإيه؟ للاهوت. يعني أنا معاكم، وده يعني رمز للتجسد الإلهي. طب صفة لها صفة إيه؟ قيادية. يعني إيه؟ يعني إحنا هنا في العذراء الزيتون، في الزيتون عايزين، ربنا عايز ياخدنا يودينا هليوبلس بعد الشر يعني. فيعمل ايه ربنا؟ عمود السحاب ينتقل من زيتون الى هليوبلس، قم يروح ناقلين الخيمة من زيتون الى هليوبلس، قم كل خيام شعب الله تنتقل من المنطقة دي للمنطقة التانية، وفضلت خيمة الاجتماع تتنقل 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 لغاية لما وصلتهم لفين؟ لأورشليم الأرضية. يبقى خيمة الاجتماع هو مكان مسكن الله مع الناس، لها صفة قيادية: التقديس بالدم، التطهير بالماء، التكريس بدون المسح. متى تحركت الخيمة؟ تحركوا وراها. يبقى الخيمة هي اللي قادتهم لفين؟ لأورشليم. ده التطور رقم خمسة، لا سوري، أربعة. أربعة، يبقى الفردوس واحد، المذبح اثنين، بتقيل ثلاثة، خيمة الاجتماع أربعة. طب وصلت خيمة الاجتماع بشعب الله إلى أورشليم، طب وبعدين؟ بني الهيكل في عهد سليمان الحكيم. الفرق بين الهيكل وخيمة الاجتماع أن خيمة الاجتماع متحركة، أما الهيكل فثابت خلاص. وصلوا برضو الهيكل في الرواق الخارجي، رواق الأمم، في القدس، في قدس الأقداس، في تابوت العهد إلى آخره. وصار الهيكل، وكلمة هيكل يعني البيت العظيم أو بيت الملك. ببيتك يا رب طليق القداسة. شوفوا لما سليمان بنى الهيكل، شوفوا صلى قال إيه: يا رب لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت ان اسمي يكون فيه، ملوك اول 8،
فكل صلاة يا رب وتضرع من أي إنسان فيبسط يديه في هذا البيت فاسمع أنت من السماء واعطي كل إنسان حسب طرقه وحسب احتياجه. صار الهيكل هو بيت الله اللي بيلتقي فيه الله بالناس، صار الهيكل المكان اللي يلتجئ فيه كل متعب ليصرخ فيه، وعنينا ربنا مفتوحتان على هذا البيت. طب ده الهيكل، ده التطور رقم 5 ماشي. رقم 6 كنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد الجديد، اتحاد الله مع الناس. عايز اقول لحضراتكم اعظم اتحاد بين الله مع الناس، اي بين اللاهوت والناسوت، هو المسيح. عظيم ان هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فاعظم اتحاد بين الله والناس كان بين اللاهوت والناسوت. عشان كده السيد المسيح لما قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه، ما كانوش فاهمين يعني إيه. هم فكروا إنه يقصد هيكل سليمان، لكن هو كان يقصد إيه؟ هيكل جسده، هيكل جسده. يبقى ما هي الكنيسة؟ ما هو بيت الله؟ هو المكان الذي فيه ربنا، فيه الله، فيه الناس، في جسد الرب ودمه. عشان كده بولس الرسول قال ان المسيح، ان الكنيسة هي جسد المسيح. يبقى عشان اقول دي كنيسة السيدة العذراء، بنلتقي فيها مع الله، مع الناس، ومن خلال الكهنوت، مع جسد الرب ودمه. ده التطور رقم 6 كنيسة العهد الجديد. تطور رقم 7، بما ان الخيمة كانت ليها صفة قيادية وربنا مفتوح عيناه على بيته في الهيكل، فكنيسة العهد الجديد لها صفة قيادية ايضا. فان كانت الخيمة قادت شعب الله الى اورشليم الارضية، فان الكنيسة تقود شعب الله الى ايه؟ اورشليم السماوية. وده التطور رقم 7، مسكن الله مع الناس، ومن يغلب يجلس معي في عرشي. ده التطور رقم 7. سامحوني الدنيا حلي يا ابائي، دي نص العزة. النص الثاني بقى، المسيح لما شاف الهيكل مداس زعل جدا. ايه اللي كان بيحصل في الهيكل؟ في عيد الفصح كان كل اليهود اللي في الشتات لازم ييجوا اورشليم، يعني كانه حج كده، يحجوا ليه يعني، ويقدموا الاتي: نمرة 1 يقدموا خروف الفصح. ايه مواصفاته؟ حمل بلا عيب. 2 يقدموا ضريبه الهيكل، وكانت الضريبه في ذلك الوقت قيمتها نص شكل يهودي، شكل اللي منكم راح اسرائيل شكل. وبعدين يقدموا ذبيحه سلامه عن سلامه وصولهم لاورشليم. يبقى واحد كان يقدموا خروف الفصح حمل بلا عيب، وده كان يرمز الى فصحنا الجديد السيد المسيح، او حمل الله الذي يحمل خطيه العالم، حمل بلا عيب. فكان اليهودي يجي من السفر وبعدين يشتري خروف الفصح من بره الهيكل مثلا ب5 شكل، يقدمه لرئيس الكهنة اليهود او لكهنة اليهود، يقدم خروف الفصح المفروض يبقى حمل بلا عيب، يجي رئيس الكهنة اليهودي يمسك الخروف كده يقول له لا ده فيه رجل طويلة ورجل قصيرة، لا ده في مثلا الفروه بتاعته مش مظبوطه، لا ما اعرفش بعمل ايه، يقول له لا ده ما يلزمناش، لازم تشتري من جوه الهيكل. يشتري منين؟ من جوه الهيكل. يعني الخروف ابو 5 شكل من بره، التاريخ يقول كانوا يبيعوه ب25 شكل جوه الهيكل. شوف الفرق. طبعا كله مضطر يشتري. عشان كده بعت يعني
بيبيعوا الذبائح، وبعدين في تلصص وسرقة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الضريبة اللي هي نص شكل دي، مثلا واحد جاي من اليونان مثلا معاه درخمة يوناني عليها التمثال مثلا أرطميس وزفس والكلام ده اللي بيقولوا عليه، فيقولوا له لا، العملة دي تنجس اللي هي الخزانة، ما ينفعش العملة دي اللي عليها صور وثنية تتحط في الخزانة. طب اعمل ايه؟ يقولوا له عندك ايه؟ مكتب اكستشينج، تبديل عملة، زي الدولار دلوقتي، دولار ب 18 عايز تسافر تشتريه ب 20 وب 25. فكان الصيارفة كانوا بيقسموا مع رؤساء الكهنة والكهنة اليهود. أما الصيارفة قاعدين يعملوا ايه؟ يشتغلوا اكستشينج، تبديل عملة. طب امال بعت الحمام دول ايه اللي وداهم هناك؟ قال لك اليهودي الفقير كان يقدم زوج يمام او فرخي حمام. فجه السيد المسيح بصراحة باسم الدين، لقى الهيكل اللي هو بيت الله اللي يقود الناس للعبادة صار بغارة للصوص زي ما قال لهم كده. فقلب موائد الصيارفة وطرد بعت الحمام وطرد الناس اللي بيبيعوا أغنام، ومسك صوت بقى، صوت يعني ايه؟ كرباج، صوت سين واو طا، مش صوت بالصاد يعني، مش فويس او لا، صوت كرباج. وراح ضارب كل هؤلاء واخرجهم من الهيكل وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة للصوص. ده السبب الاول اللي بسببه المسيح غضب، هذه الغضبة المقدسة. السبب الثاني العبادة المظهرية، كان لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. فالعبادة المظهرية التي لا تخرج من القلب ربنا بيرفضها. مرة قال لهم كده على فم أشياء النبي، لماذا لي كسرة ذبائحكم؟ اتخمت من محرقات كباش، حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ البخور صار مكرهة لي، رؤوس شهوركم وعياتكم أبغضتها نفسي، وإن أكثرتم الصلاة فلا أسمع، لأن أيديكم مليانة دما. اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم، يعني قدموا توبة. يبقى ده السبب الثاني. السبب الأولاني التلصص، السبب الثاني العبادة المظهرية للكتبة والفريسيين الذين قادوا الشعب للضلال. ربنا يهمه القلب. السبب الثاني انهم صاروا قدوة سيئة. الرواق الأخير أو اللي هو الأولاني اللي هو كان اسمه رواق الأمم، كان الأمم ييجوا عشان يسمعوا التسبيح، يسمعوا عظات، ربما يأمنوا. أما لما يجوا بيت ربنا يلاقوه زي كده، فكان اليهود عصرة، عصرة للشعب. ده السبب الثاني، ضاعت أصوات التسبيح والترانيم والصلوات، وسمع أصوات الشجار واللعنات والمساومات. فكان لابد أن المسيح يطهر الهيكل. سبب ثالث، أراد الرب أن يوضح لهم بطلان العبادة المبنية على الذبائح الحيوانية بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. طيب، فكان اليهودي يجيب خروف الفصح ويحط او ذبيحه الخطيه، يحط ايده على الخروف ويعترف بخطيته ويتذبح الخروف وكان الخطيه اتنقلت من الانسان للخروف. هل الانسان يبقى الوسيط بينه وبين الله خروف؟ خطيته الغير محدوده لانها الى الله الغير محدود، يبقى يصلح ربنا بخروف؟ لا. طب ما ربنا كان بيسمح بالذبائح ليه؟ عشان يمهد ذهن البشرية أنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. صار المسيح فسحنا، دم المسيح يطهرنا من كل خطية. وكأن المسيح عايز يقول لليهود
خلاص بطلت هذه الذبائح. خلي بالكم عايز اقول سهمين هيمشوا في اتجاه مضاد. السهم الاول كان اليهود يقدموا ذبائح لله مش كده عشان يرضوا قلب الله. جاء المسيح حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، صار المسيح هو الحمل اللي بيقدم للناس. يبقى بدل حمل يقدم لله صار حمل الله يقدم للناس مش كده. خذوا كل هذا جسدي واشربوا هذا دمي. لهذه الأسباب المسيح غضب هذه الغضبة المقدسة وطرد باعة الحمام وباعة الحيوانات والصيارفة إلى آخره، وقال لهم بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. اسمحوا لي في يعني تأمل سريع أقول لحضراتكم إيه هي لصوص الحياة الروحية؟ إيه اللي بيسرق مني طهارتي؟ اللي يسرق مني نقاوتي؟ اللي يسرق مني توبتي؟ إيه هي لصوص الحياة الروحية؟ أول لسه حضراتكم عارفينه، إبليس خصمكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان. أول لص هو الشيطان. تاني لص شهوات الجسد، تسرق العقل وتسرق الفهم وتسرق الضمير. يعني شمشون كان قاضيا لإسرائيل، وانتوا عارفين شمشون وقوته، وإذ به بسبب الخطية وبسبب شهوة الجسد يقلعوا عينيه ويخلوه يطحن، يلف كده المطحن بسبب الشهوة. سرقت منه نعمة ربنا، ولكن أعتقد يعني أنه تاب، لأن بولس الرسول في عبرانيين 11 لما أتكلم عن أبطال الإيمان قال منهم شمشون. سليمان الحكيم كان أحكم من في عصره، يقول الكتاب عنه فأملنا نساؤه قلبه وعبد آلهة غريبة. يا إيه ده الشهوة. يبقى أول لص الشيطان، تاني لص شهوة الجسد، شهوة الجسد. ثالث لص الهموم. الإنسان اللي إيمانه مهزوز في عمل ربنا يبقى الآن على طول ما عندوش سلام. يا ترى العيال هتنجح ولا مش هتنجح؟ يا ترى الخطوبة هتتم ولا ما تتمش؟ يا ترى المشروع ده هيفشل ولا هيربح؟ القلق القلق الهموم الهموم. وننسى ان ربنا قال لنا ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بكم. احنا نعمل اللي علينا ونسيب الامور في ايد ربنا. فاكرين ما قاله قداسة البابا القديس البابا شنودة الثالث؟ قال ثلاث كلمات انتوا حافظينهم: ربنا موجود، مسيرها تنتهي، كله للخير. الهموم. حاجة رابعة المشاغل، كثرة المشاغل وما تديش فرصة للعبادة. يا فلان ما بتجيش القداس ليه؟ يا عم انا شغل شغل شغل، حتى يوم الحد بروح البنك وبروح للضرائب وبروح لكذا، وربنا ده ولا حاجة. كثرة المشاغل تسرق الوقت، ما تديش فرصة للعبادة ولا للتوبة والاعتراف ولا للخدمة. خلاص الإنسان يتوه بقى في العالم. لسه رقم خمسة صداقات السوء، سواء على مستوى الأسر أو على مستوى الشباب. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. لسه رقم ستة الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. يجي حد يعترف أقول له بتشتم، يقول لي شوية شوية شوية. بتكذب يعني؟ ما انت عارف يا ابونا أصل الشغل عايز كده. الثعالب الصغيرة ده في سفر الرؤيا قال لنا ايه؟ جميع الكذبة ماله نصيبهم في البحيرة ايه الممتلئة بالنار والكبريت الذي هو الموت الثاني. الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم.
لسه رقم 7 محبة المال اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم عملوا إيه؟ ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. لسه أخير رقم 8 أعتقد إنه بيحارب يمكن 80% مننا، الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة، السمارت فون والايفون، النت والواتساب والفيسبوك، وكله عايز يرد على كله، ونضيع ساعات. يا فلان بتقرا الكتاب المقدس؟ اصل ما عنديش وقت. بتصلي؟ اصل بالليل ببقى نعسانه وما اصلي بنام، وتلاقيك كنت قاعد ساعتين على الفيسبوك، مع ان معظم اخبار الفيسبوك كاذبه. اول ما نزلت الحاجات دي ربنا بعت لي كده تليفون سمارت فون، ونزلت الفيسبوك والواتساب والمعرفش ايه. قعدت كام شهر كده بلف حوالين نفسي، رحت مدلت كله. طبعا هو مش 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 خطيه يعني، لكن الاستخدام الخاطئ، خدين بالكم دي كلها لصوص تسرق نقوتنا وتسرق طهارتنا وتسرق وقتنا وتسرق عبادتنا. بقول له يا رب بيتك، يا رب بيتك، يا رب اجعله بيت صلاة، اللي هو قلبي. بيتك اجعله بيت صلاة، بيت طهارة، بيت بركة، زي ما ابونا بيقول لنا في الأوشية: كل سنة وانتم طيبين. بشكر آبائي وحضراتكم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.